اوكي احنا والله اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم تدعوكم مبادرة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبية لحضور بث مباشر بعنوان سلسلة دروس عملية في علم الأحياء الدقيقة الطبية ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية. اليوم المحاضرة 104، المقدم دكتورة هناء صلاح الدين البدوي، اختصاصي أحياء دقيقة جزيئية بالسلك ثوب الجامعي، باحثة فوق الدكتوراه بمعهد الأمراض المتوطنة جامعة الخرطوم، مدير معامل مدرب منظمة أطباء بلا حدود فرنسا، حاصلة على دكتوراه في الأحياء الجزيئية من معهد الأمراض المتوطنة جامعة الخرطوم، والحاصلة على ماجستير وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية للأحياء الدقيقة من جامعة الخرطوم. سلسلة المحاضرات التي تناولتها في السابق الانتيميكروبيال انتيميكروبيال ريزيستنت انتيبايجرام انتيميكروبيال سستابيليتي تيستينج ان سي ال اس اي جايد لاين مالتي دراج ريزيستنت باثوجين، واليوم سوف تتناول المحاضره السلسله الحلقه الرابعه سيرفيلانس اند انتيميكروبيال ريزيستنت ترانسميشن. فلتفضل يا دكتوره هناء، مشكوره. السلام عليكم ورحمه الله. في البدء أشكر مبادرة الباحثين السودانيين فرع المختبرات الطبية، وأشكر دكتور نادر والباشمهندس أحمد للترتيب والتنسيق ودكتور الفاتح. شكرا جزيلا. اليوم إن شاء الله حنواصل في المحاضرات بتاعتنا، وصلنا للمحاضرة الرابعة في السلسلة. اليوم حنتكلم عن السيرفيلانس مونيتورينج مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم. حنناقش فيها اللي هو وات از سيرفيلانس، لابوراتوري سيرفيلانس، اكشن تو فايت ام ار، الكي ريزيستنت بروفايل، داتا كولكشن، سكرينينج، مولكيولر سيرفيلانس، اند بريفلي سنترال فور جينوميك ابيديمولوجي. إن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة، إن شاء الله تكون خفيفة، يعني فيها ثيوري كتير، إن شاء الله تكون مفيدة لنا كلنا. نبدأ. What is surveillance? Surveillance definition based على الـ CDC اللي هو الإبديميولوجيكال surveillance is ongoing systemic collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know. يعني هي عبارة عن تجميع بتاع معلومات وتحليل البيانات عن طريق هي عن طريقة ممكن نعمل planning، نعمل implementation و evaluation لل public health practice بتاعتنا. بنلقى إنه ال surveillance هي and monitoring are critical component of well functioned public health systems. يعني هي من الحاجات المهمة في ال في الـ public health system، وهي اللي بتحدد فعاليته. الفعالية بتجي من إنه الـ clinical surveillance is to provide early warning of disease outbreak that require rapid response at regional, national and international levels. يعني بيجي من إنها بتعمل لنا تحذير اللي هي مبكر للأمراض، للـ outbreaks. فإذا عرفناها من بدري فبالتالي بنقدر ناخد rapid response أو يكون في حلول سريعة، سواء كانت على المستوى القومي أو على الـ international level. Why surveillance data of action؟ الـ surveillance data بتفيدنا في شنو؟ اللي هي important في pathogenic، اللي هي عن طريقة بعد أقدر أحدد الباثوجينيك، بحدد الـ relative importance of reservoir، بعرف الـ reservoir بتاعت الانفكشن وين، detect trends times عن طريقة
بتحدد الترينز، بتحدد الانفكشنز، and further epidemiological study to determine true links اللي هي عن طريق الابديميولوجيكال بنعرف اللينكس او العلاقات بين اللي هي الباثوجين والريزرفوار والحاجات دي. هنا بتجي اهميه تحت السيرفيلانس. السيرفيلانس استراتيجي اللي هي في استراتيجي السيرفيلانس زي ار 5 استراتيجي اوف سيرفيلانس، هي خمسه استراتيجي او خمسه انواع. النوع الاول اللي هو الهوسبيتال وايد انسيدنس، او ممكن تكون prevalence surveillance او target surveillance unit specific surveillance and outbreak. Infection control team use hospital wide incidence surveillance as a strategy which had the following advantage. يعني بنلقى الانفكشن كنترول او الانفكشن كنترول في الهوسبيتال دائما بتعتمد اللي هي الوايد انسيدنت سيرفيلانس، لانها هي بتدينا اللي هي بروفايد داتا ان اول، بتدينا معلومات في كل النواحي، ايدنتيفاي كلاسترز عن طريق بنتعرف على الكلاسترز والريزيرفوا، استابليش بيس لاين ريت، ريكوجنايز اوت بريك ايرليير اند ايدنتيفاي ريسك فاكتور، اند ذير از يونت unit specific surveillance should be considered in certain situation. يعني بما انه اصلا هي المعتمده في المستشفيات اللي هي الهوسبيتال وايد incident surveillance، لكن في بعض الحالات نحن بنحتاج للunit specific surveillance في بعض الحالات. Method of surveillance، بعد ما عرفنا الاستراتيجي، method of surveillance في الهيلث كير اسوشييتد انفكشن، بنلقى إنه the type of surveillance method depend on the local factors such as type, size of hospital and cases and availability of resources. يعني في حاجات كثيرة بتحدد لنا اللي هي طريقة surveillance عندنا في المستشفى، اللي هي بتدخل فيها اللي هي نوع ال factors اللي بتحددها، حجم المستشفى، العدد بتاعت الكيسز، الresources ذات المتوفرة. Type of method used by infection control team is laboratory based. يعني نلقى إنه laboratory based surveillance أو hospital surveillance دائما بتعتمد على laboratory in all words and combination of lab and patient base in all critical care area. يعني كلها في النهاية بترجع لشنو؟ للaboratory. الحاجة دي بتخلينا نرجع نشوف اللي هي الرول بتاع laboratory في الهيلث كير setting. الفائدة بتاعت اللاب أو دور اللاب هيلث كير سيتنج، أول حاجة هي laboratory play a critical role in the prompt diagnosis of disease and treatment monitoring. يعني هو عن طريق اللابراتوري بيحصل الدياجنوزيس بتاع الانفكشنز بتاع الديسيز، بالإضافة ل التريتمنت مونيتورينج. الحاجة الثانية اللي هي laboratory في surveillance، اللي هي laboratory surveillance allow detection of newly emergent pathogen, monitoring epidemic trends and measures the effectiveness of interventions. يعني laboratories بتشتغل في اللي هي الجزء بتاع ال diagnosis واللي هو ال surveillance. إذا عايزين نشوف الـ laboratory and disease surveillance، الـ laboratory with disease surveillance بتكون before the outbreak. قبل الـ outbreak اللي هي بتظهر في اللي هي الـ early warning signals والـ outbreak detection. يعني إما هو ذاته اللي بيتعرف لنا على الـ outbreak، أو إذا كان في signals أو في إشارات لأنه في outbreak لحاجة، فدائما بتكون شنو البداية التعرف عليها من الـ laboratory. أو during the outbreak، أثناء outbreak حاصل، فاللاب بيساعد في إنه outbreak response and management، اللي هي بيساعد في إنه اللي هي control والmanagement بتاع ال outbreak. In between outbreak، laboratories بتكون أهميتها في trend monitoring، بتعمل monitoring للtrends، تعمل intervention and evaluation, monitoring progress toward the control objectives. حتى control objectives هي بتعمل لها شنو؟ monitoring وبتعمل evaluation. فده اللي هو الرول بتاع laboratories مع surveillance
diseases. Lab monitoring epidemic disease trends. ناخذ بعض الأمثلة للـ epidemic trends أو اللي هي الـ infections. بنلقى مثلا زي circulating strain of bacterial meningitis. في حالة البكتيريال meningitis اللي هو اللابراتوري بيقيس لنا الإمباكت on treatment protocols عن طريق بنتعرف على treatment protocols دي هي كانت effective. بالإضافة لإنه الإمباكت on immunization policy برضو الـ immunization protocol المتبعة في meningitis بتعمل لها evaluation. أو ممكن نأخذ مثال ثاني اللي هو موضوعنا بتاع اليوم اللي هو resistance, antibiotic resistance, مثلاً زي الميسيسيلين resistance, staphylococcus, البانكوميسيل resistance, tuberculosis resistance. دي كلها أمثلة لترينز أو لاب monitoring epidemic trends. الأكشن تو فايت ام ار. نرجع لموضوعنا اللي هي المالتي دراج ريزيستنت. المالتي دراج ريزيستنت will recognize worldwide and many countries have surveillance and control program to identify their occurrence and limit. هي اصلا زي ما عارفين هي معروفه مشكله عالميه ومعظم الدول والبلدان اللي هي بتحاول انها تعمل برامج في السيرفيلانس وكده. بنلقى انه الدبليو اتش او اللي هي عملت جلوبال اكشن بلان في 2015 تو فايت الانتيبايوتيك ريزيستنت جلوبال انتي بايوتيك ريزيستنت سيرفيلانس سيستم هي اسمها الجلاس. هي واحده من السيرفيلانس سيستمز اللي هي بدتها الدبليو اتش او بالتعاون مع دول كثير. فهو البرنامج ده بدأ من 2015. بعض الأمثلة لسيرفيلانس سيستمز عندنا واحد في الدنمارك, في نروي, في السويد, في هولندا, USA, كندا. دول كلهم عندهم برامج اللي هي للـ AMR أو للريزيستنس, وكانت هي سبيسيفيك مع سترين محدد أو different pathogen. وفي برامج غيرها تاني برضو. لكن بنلقى إنه however many nations don't have surveillance or control program and global surveillance systems are need to rapidly detected MR and institute measure to prevent further transmissions. يعني بعض البرامج في أوروبا وأمريكا وكده بنلقى إنه في بعض الدول لسه ما عندها اللي هي global surveillance systems. ما هو الحاجات المهمة في الترانسميشن. نشوف مهميتها. يعني هو انا اللي اعمل سيرفيلانس للمالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز. بنلقى انه الانتيميكروبيال ريزيستنت هاز بين انكريز ان بوث هيلث كير اسوشييتد انفيكشن اند كوميونيتي اكوايرد انفيكشن وورلد وايد. يعني هي ما مشكله بس اسوشييتد مع الهوسبيتال, برضه حتى الكوميونيتي سترينز ظهرت فيها شنو الريزيستنس. فعشان كده the surveillance to detect the MDRO has been advocated for a decade and has an healthcare organization surveillance program should monitor microbiology report for the occurrence of resistance or organism of epidemiological importance to facilities. فهي في نهاية ترجع لشنو للميكروبيولوجي لاب للمونيتورينج بتاع عشان في النهاية يعمل شنو اللي هي epidemiological study أو epidemiological surveillance. برضو اللي هو الـ surveillance culture والـ other microbiological tests such as the molecular rapid antigen detection test can also be done to monitor the incidence, prevalence and transmission MDR. يعني غير اللي هي الـ culture في microbiological test الثانية ممكن الـ molecular وكل اللي هي الـ facility دي ممكن احنا استخدامها في شنو في الزيادة اللي هي تحت المونيتورينج لل MDR transmission. Once used primary in outbreak investigation, the use of active surveillance test has been recommended to identify colonization of patient and resident with MDRO in selected population in an outbreak situation has been widely debated. يعني عندنا حاجة اللي هي اسمها الـ active surveillance testing. الـ active surveillance testing ده
هو مهم انه يتفعل في المستشفيات وفي اللابراتوريز، عشان نحن عن طريقه بنقدر نتعرف على الكولونايزيشن، على البيشنتس، على الام دي ار والحاجات دي، سواء كانت في الاوت بريك او في النون اوت بريك سيتويشن. يعني برضو عندنا حاجة مهمة اللي هي alert organisms and condition surveillance. نحن السيرفيلانس دي يعني عندها conditions، عند alert organisms على أساس إنه بيكون عمل active surveillance. دكتور أنا بشخشخ الصوت. صوت عارف؟ الصوت واضح لكن في noise كده. يلا كده واضح، قبل شوي كان في حاجة. اوكي. الالرت اورجانيزم يا دكتورة كده انت بتتكلمي بسماعة ولا بتتكلمي بال بتتكلم بسماعة دكتورة؟ لا بتكلم غير سماعة. خلاص معلش حاول اقرب من الجهاز لانه في شاشه كده خفيفه حاصله. انت فاتحه الفيس برضه يا دكتوره؟ اوكي. لا لا فاتحه الفيس؟ ممكن نراجع البارتيشن. لا 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 ما 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 فاتحه حاجه. اوكي لانه بس الصوت عشان في زي ايكو حاصل كده خفيف. في صدى. هل مشغل الموبايل ولا اللابتوب؟ لا شغاله من اللابتوب. يلا كذاك في الكاميرا، احتمال من في الكاميرا او زحي الموبايل من جنبك وتكلمي. ذكرها دكتور كده. يا دكتور كده تكلمي. الو ايوه كده كلير واضح كده كده واضح واضح هاي آه كده واضح لكن برضو في الموبايل دكتور حنا الموبايل قريب لللابتوب ممكن تسمع لان الموبايل بعيد مني. الميكروفونات مقفوله كلها بتاعتنا كده. دكتورة اتكلمي. الو دكتورة حنا اتكلمي بعد اتكلمي معلش. الو ايوه يا دكتوره كده واضح سامعينك. اي كده واضح. وانا قبل شويه ما كنت سامع فيكم يعني كده واضح. اي كده واضح يا هلا. ايوه واضح واضح شديد. اوكي نواصل. اعمل شير سكرين وافضل واصل. اوكي
واضح كده؟ صوت واضح؟ كده واضح يا دكتورة حنان، بس حابب تحركها هي اللي تعمل الشاشة. يلا نواصل. هو واصل كده، تمام. واصل. زي ما شوفنا في السكرين السابقة، اللي هو تكلمنا عن اللي هو السيرفيلانس في المالتي ريزيستنت اورجانيزم، عندنا حاجة مهمة اللي هي الالرت اورجانيزم اند كونديشن سيرفيلانس. الالرت اورجانيزمز اللي هي المايكروبيولوجي ديبارتمنت هاز ريسبونس فور انفورمينج all infection prevention and control team of alert organism and condition as identified at that many potentially cause outbreak of infection or identify as multidrug resistant organisms. اللي هي بنلقى انه في بعض المايكرو اورجانيزمز اللي هي بيسموها الالرت اورجانيزمز، دي مسؤوليه اللي هي المايكرو لاب، لازم يعمل لها الالرت او لازم يعمل لها يتصل بوحدة الانفكشن كنترول في الحالة بتاعت الايسوليشن للنوع ده من الاورجانيزمز. اللي هي each organism will receive، يعني اي اورجانيزم اللاب استقبله هو كان من الالرت اورجانيزم اللي هي لازم يعمل له شنو ريبورت. الحاجة الثانية اللي هي daily situation report informing them outbreak of infection، يعني لازم تكون بطريقة بصورة يومية انه يعملوا ريبورت في وجود الالرت اورجانيزمز. الالرت اورجانيزمز نحن بنعني بها شنو؟ مثلا اكزامبل للالرت اورجانيزم اللي هي الايسوليشن اوف ام ار اس اي ان بلود انفكشن، هو البانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، بنسلين ريزيستنت ستريبتوكوكاس نيموني، مالتي دروغ ريزيستنت كونفيرم لايك اي كولاي، كريبسيلا، سيروتوباكتر، ESBL and carbapenemase producing strains, Clostridium difficile infection. يعني إذا إحنا عندنا isolation لواحد من الميكروأورجانيزم دي أو غيره، يعني إحنا هنا أخذنا كمثال دي، نحن لازم نعمل لها reporting للinfection control department. هي بسموها الالرت أورجانيزم. اللابراتوري براكتس، إذا جينا نشوف اللابراتوري براكتس عموما في السيرفيلانس، فهو number of guidelines make a specific recommendation about laboratory practice recommending specific antimicrobial to be tested against the various organism group. اللي هو زي ما عرفنا في المحاضرات السابقة كنا بنقول الانتيباتيك بانيلز والحاجات دي، لكن لا، في الحالة بتاعت السيرفيلانس أنا ممكن يكون بس عندي انتيباتيك محددة، ما بستخدم كل البانيل في laboratory practice بتاع surveillance. الحاجة الثانية اللي هي الفينوتيبيك detection by screening and confirmatory test or chromogenic agar or whatever. هنا بنعمل اللي هو phenotypic detection، أو ممكن نعمل genotypic confirmation of resistant mechanism اللي هي detection of resistant gene، أو بنعمل retrospective review of laboratory record when new case is identified. يعني هنا البراكتس بتاع السيرفيلانس اللي هو فيه شنو، اللي هو الديتكشن او الديتكشن للريزيستنت فينومينا، سواء كانت فينوتيبك او جينوتيبك، والريبورتنج للنيو كيسز اوف ريزيستنت. الداتا كولكشن في حاله السيرفيلانس عندنا اللي هي مجموعه من الداتا انا لازم تكون معي عشان تساعدني في surveillance report. أول حاجة اللي هي patient identifier اللي هي name, sex and age, case name، يعني هو اسمه بالضبط ممكن يكون ما مهم، لكن اللي هو عمره، نوعه، اللي هو ID تحته، unit, physician name, date of admissions, date of onset, type of infection and date of discharge or transfer or death. دي المعلومات الأولى. المعلومات الثانية اللي هي اللي بتخص الكيس نفسه،
legal information need to determine whether the case identifies is met. يعني هو هو الكيس ده هو فعلا حاجه بتاعت surveillance ولا لا. اللي هي result of laboratory and diagnostic test specific to the case defined and date the form. The site and date of culture, an organism isolated, an antibiotic susceptibility testing, a clinical sign and symptoms specific for infection being monitoring. بالإضافة لـ risk factor. Risk factor برضو مهمة في الـ في information أو في data. اللي هي زي مثلاً الـ host factor such as the underlying disease اللي هي زي الـ TB الديابيتس الحاجات دي الـ surgical procedures والـ surgery name الـ use of intra vascular catheters اللي هي استخدام الكاسيترز وكانت ونوعه والبودي سايت بتاعه الميكانيكال فنتيليشن كان البيشنت في فنتيليتر ولا لا. فدي كلها معلومات مهمه في الحاله تحت السيرفيلانس انا لازم يتحصل عليها عشان تساعدني في الريبورت. نيجي نشوف السيرفيلانس والسكرينينج كلشر في حاجه كده اللي هي زي ما قلنا قبل اللاب براكتس في حاله السيرفيلانس ممكن يعمل سكرينينج كلشر. السكرينينج كلشر ده اللي هو early detection of high risk patient and isolate reduce the opportunity of transmission between colonized or infected patient. فأنا لما يكون عندي system بتاع screening في الحالة دي أنا بقدر أتعرف على اللي هو على ال high risk patient أو نعمل isolation لل infected patients وكذا. ففي الحالة دي إحنا بنقلل شنو اللي هي الفرصة بتاعت الانفكشن. بالإضافة لأنه screening culture are primarily collected for purpose to determine if the patient is harboring particular multi-drug resistant organisms. يعني هو بيتعامل عشان يشوف ال patient سواء هو كان patient أو كان شنو بيحمل بس اللي هو كان carrier لل multi-drug resistant organisms زي مثلاً ال MRSA ال VRE السكرينينج فور جرام نيجاتيف باسيلاي. دي كلها بكتيريا احنا بنعمل لها شنو سكرينينج قبل اللي هو البيشن ادميشن. في هنا بعض الجايد لاينز اللي هي دي عملتها الاكسميت كريت سكرينينج ريكومنديشن بيت عليها اللي هي هتورينا احنا نعمل سكرينينج 200 نعمل دول منو كده. السكرينينج اللي هي ممكن تستخدم الالرت كود to identify prominent patient already known as colonized as the hospital admitted or performed screening contact precautions. يعني هنا في الحالات بتاعت انه اساسا احنا عندنا alert organisms فلازم نتعرف على اللي هي البيشنت هل هو كان بيحمل الاورجانيزم ده في مكان ثاني في جسمه ولا هو كارير ولا بيشنت. برضو في اذا احنا هنعمل implementation a program of active surveillance culture at hospital admission followed by contact precautions. يعني لازم يكون اللي هو الactive surveillance في المستشفى معه طوال شنو ال precaution contact. بالإضافة لأنه ال screening culture should be used stool sample or sample swab sample from the rectal or pre-rectal area as well as sample from the inguinal area or manipulated site like catheter or area or broken skin such as a wound. يعني هو ذاته ال sampling بتاعت ال screening هي محددة على حسب أنا ال organism اللي عايز أعمل له identification. لو كان جرام نيجاتيف طبعا في الحالة دي بنستخدم الستول أو بنستخدم الريكتال سواب. في حالات الجرام بوزيتيف ممكن يكون النوز الانجوينالز البوند السكين وهكذا. برضو الريكومنديشن بتقول انه the frequency of screening culture should be based on the local prevalence of the microorganism patient colonized risk and case mixed of unit. يعني ال frequency او العدد اللي انا بعمل فيه السكرينينج كلشر ده اللي هي بيعتمد على شنو على البريفلنس ذاته بتاعت اللي هي الانفكشن بتاعت المايكرو اورجانيزم على البيشنت كولونايزيشن على الريسك فاكتورز
وكده. يعني considering performing the active surveillance screening at the time of the hospital admission for high risk patient for all patient in high risk unit such as cancer or ICU ward according to the local incidence or prevalence data. يعني بيتعامل اللي هو في المستشفى للعيانين اللي بيكونوا اصلا في الهاي ريسك اللي هم الناس الاي سي يو او البيشنت ويز لو اميون سيستم. بالاضافه لانه الادميشن ديسشارج اند ويكلي patient screening might also be considered to prevent feedback of healthcare worker and to assess the effectiveness of interventions. برضو في حاله انه هيعملوا ادميشنز اللي هو البيشنت داخل او ديسشارج كلها بنعمل لهم screening. عندنا تاني الـ periodic أو الـ weekly active surveillance culture might be performed for patient remaining in the hospital at high risk for carriage of MDR or gram negative bacilli because of our type like ICU, prolonged antibiotic therapy, underlying disease, a long duration stay, the presence of devices and surgery. يعني لازم يكون في فترة تانية في periodic اللي هي active surveillance culture للجرام negative bacteria والmulti drug resistant غالبا للعيانين اللي هم في الاي سي يو او بياخذوا انتيبايوتيك لفتره طويله او كده لانها كلها دي risk factors. Before transferring patient to another health care facility acute and non acute care ensure communication of status. يعني قبل ما نعمل ريفير او اللي هي من مستشفى للتاني او من عمبر للتاني لازم يكون متاكدين من انه البيشنت ده عمره سكرينينج وما كان عنده شنو مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم. ناخذ امثله للسكرينينج. يعني مثلا عندنا السكرينينج بتاع الام ار اس اي. السكرين بتاع الام ار اس اي اللي هي از نورمالي دان ات بري ادميشن in clinic or surgery اللي هو قبل الادميشن بيتعمل في حالات السيرجري او الكلينيك اللي هو بناخذ swab is taken from the nose, throat, armpit, groin or damaged skin. بتتخذ swab من مناطق مختلفه من الجسم. الكلشر يلا في الحاله دي انا ممكن اعمل كلشر طوالي دارت في الميتول صوت ايجار او كروموجينيك ميديا. يعني ما هحتاج لي باقي الميل لأنه أصلاً already أنا محدد التارجت بتاعي اللي هي searching for MRSA. يعني برضو الانتيميكروبيال سنسيتيفيتي تيستينج ممكن بس نستخدم الأوكسوسالين والسيفوكسيتين عشان أعرف هل هي MRSA ولا لا. الموليكولار ديتكشن برضو ممكن نستخدم اللي هي الميك أي جين أو الأذر ميك جين to confirm إنها MRSA. مثال ثاني اللي هي الجرام نيجاتيف باسيلاي. Most guideline recommended screening previous positive case at the time of the hospital pre-admission or for most MDR MDR gram negative bacilli. يعني ال recommendation ل patient already قبل كده كان يعني حصل له isolation من ب multi drug resistant gram negative وتاني حصل له readmission. ففي الحالة دي يعمل له screening. السكرينينج غالبا بيكون لل ESBL للكاربينام ريزيستنت الاسينوتوباكتر السودوموناس ايرجينوزا وغيرها. زي ما قلنا الستول سامبل او ريكتال سواب اللي هي في حالة ال ESBL والكاربينام. والمايكروبيولوجيكال تيست لايك الفيروتيبيك ديتكشن او ال EST الكروموجينيك ايجار وديسك سينرجي دي كلها ممكن تكون مفيده في الفينوتيبيك. المولكيولر اللي هو ديتكشن اوف ريزيستنس جين في الحاله بتاعت الجرام نيجاتيف. نجي نخش اللي هي نقطه ثانيه اللي هي المولكيولر سيرفيلانس. عموما كده تكلمنا بريفلي على السيرفيلانس والجايد لاين بتاعت السكرينينج وكده. فإذا عايزين نشوف المولكيولر سيرفيلانس أو الجينوتيبيك مونيتورينج اللي هو بيعني شنو دي الحاجة الحالية يعني الناس شغال فيها. يعني
What are the molecular AMR diagnoses؟ اللي هي إذا درينا نشوف علاقة المولكولر مع المالتي دروغ ريزيستن أو الانتيميكروبيال ريزيستن ديجنوزيس، بنلقى إنه الفينوتيبك AMR diagnostic can be used to test the ability of bacteria to grow in the presence of specific antimicrobial agent. يعني هي بتقرا لنا يعني الفينوتيبك بتقرا اللي هو الرياكشن بتاع البكتيريا في وجود شنو الانتيبيوتيك المحدد، يعني هي سستابيليتي تيستينج. لكن اذا قارناها بالموليكولر، الموليكولر دايجنوزيس تيست فور AMR ار يوز تو ديتكت ذا acquired gene or mutation in the genome of the bacteria, pathogen that make them resistant to one or more gene of a given class of antimicrobial. يعني example, detect gene associated with mechanism of resistance. يعني بتختلف المولكولار ديجنوزيس من الفينوتيبك انها بتتعرف لنا على اللي هي الجين المسؤول من الريزيستنس، سواء كان هو اكواير جين او ميوتيشن او كده، بالاضافه لانه بتورينا الريزيستنس مش للانتيبيوتيك بس، للكلاس كله، يعني لكل الانتيبيوتيك في الكلاس اذا كانت ريزيستنت لها هي او لغيره. يعني فبنلقى انه المولكيولر والفينوتيبك AMR diagnosis complement each other to improve understanding of both the extent of resistance to give setting an underlying mechanism response for resistance. يعني هما الاثنين ممكن احنا نقول مكملات لبعض، الفينوتيبك والمولكيولر دياجنوزيس. لكن الفوائد شنو اللي هي البينيفيتس اوف مولكيولر AMR دياجنوزيس تيست؟ المولكيولر ممكن تكون potentially faster result، ممكن تدينا نتائج سريعة. Can be obtained with cartic test than culture-based test, which might be advantage clinically. يعني هنا ممكن نستخدمها في نستخدم أنواع من اللي هي التست أو السكرينينج ما بنحتاج فيها لكلشر. Molecular tests are available that require molecular laboratory capacity and training, and sample cannot be tested directly without culture step. يعني ممكن في الحتة بتاعت المولكيولر دياجنوزيس نتجاوز اللي هي الحتة بتاعت الكلشر، فبالتالي هنا ممكن تكون شنو يعني النتائج أسرع والريسبونس يكون أسرع. يعني المولكيولر تيست may be more sensitive than phenotypic test for detecting non-resistant marker. However, the presence of resistant marker does not always rapid predict phenotypic resistance. يعني هي ممكن تكون more sensitive اللي هي الحساسية بتاعتها أعلى من الفينوتيبك، لأنه هي عن طريقة نحن بنعمل detection للresistant marker ذاتها اللي هي المسؤولة من الريزيستنت. في بعض البكتيريا هي بتكون اللي هي جينوتيبيكالي بوزيتيف، يعني عندها الريزيستنت، لكن ممكن في الفينوتيبك ما تكون واضحة او ما تكون ظاهرة، او التست المستخدم في الفينوتيبك unreliable test، فبالتالي يعني هي more sensitive. المولكيولر تيست كان بي يوز تو كونفيرم ريزيستنت ميكانيزم ان ايزوليت وذ ريليفنت فينوتيبك ريزيستنس. برضه ممكن نستفيد منها اللي هي في الحته بتاعه الكونفيرميشن، اذا عندنا بعض الاورجانيزم فينوتيبيكالي متوقعين انه عندهم ريزيستنت معينه، فانا بالمولكيولر بقدر اعمل كونفيرميشن وبتاكد من شنو من الريزيستنت. Data generated by molecular AMR diagnosis can contribute additional surveillance data and inform intervention. يعني فبالتالي كل الداتا اللي هي اللي بتجي من molecular surveillance هي ممكن تساعد أو ممكن تساعد في الديفلوبمنت بتاع surveillance وتدينا more information أكثر من الانفورميشن اللي ممكن ناخذها عن طريق الفينوتيبك method. الـ validated molecular diagnostic test for AMR في بعض اللي هي التست أو الفحوصات هي عمل لها validation للـ AMR اللي هي في زي 62 validated molecular AMR diagnostic test
or market as confirmed to standard of the European Union and European Economic Area and include these technical notes. يعني في 62 molecular test حاليا هي valid في detection بتاع ال MDR. بنلقى منهم 29 اللي هي test are to detect the MRSA. لل MRSA براها في 29 test هو valid و reliable for detection لل MRSA. في 33 test for detection of carbapenems or ESBL producing isolates. ده بيستخدم في الجرام نيجاتيف اللي هو الديتكشن بتاع الكاربابينم وال ESBL. فبنلقى انه في خيارات كثيره في الموليكولر تيست for AMR detection. لكن لسه currently there is no validated molecular AMR diagnostic for streptococcus pneumonia or Neisseria gonorrhea. لسه Neisseria gonorrhea وال streptococcus pneumonia ما في يعني test valid for the AMR diagnosis في Streptococcus pneumonia. إذا عايزين نشوف أمثلة للتست اللي قلناه هو اللي هو المولكولر ميثود فور اي ام ار دايجنوزيس، بنلقى إنه المولكولر ميثود فور اي ام ار دايجنوزيس ار اوف فيري كومبلكسيتي اند ريكوير ديفرنت لابوراتوري كاباسيتي اند تريننج. فهي بتختلف يعني بتختلف في الكومبلكسيتي بتاعتها من سهولتها لصعوبتها، بتختلف في احتياج لانه لابوراتوري كاباسيتي في التريننج بتاع الناس وكده. مثلا عند امثله كثيره كوردين على يعني على التست ذاته، مثلا اللي هي التست اللي بتعتمد على الامبليفيكيشن تيست زي البي سي ار زي اللامب، دي كلها تيست ممكن تستخدم في الاي ام ار. برضه الهايبرايزيشن تيست such as الاري والفلوريسنت اللي هي زي الـ FISH والـ LBAS. برضو الـ Immune Assay في حالات بنستخدمها اللي هي Detection الـ MR Gene Product Bind by Specific Antibodies زي الـ LFIA بالإضافة للـ Sequencing، فالـ Sequencing زي الـ Whole Genome Sequencing زي الـ Nanopore Sequencing. ففي هنا في مجموعة كبيرة من الـ Molecular Methods هي valid وهي ممكن تساعد في اللي هي في المولكولر تيستينج للاي ام ار. اذا جينا نشوف مثال البي سي ار، البي سي ار ده اللي هو بنده هو very reliable known and trusted technology in molecular biology، وتست اصلا اللي هو very reliable ومعروف في molecular biology. ميزته بيدينا اللي هو quick run out time اللي هي من ساعة لساعتين ثلاثة أنا ممكن أقدر أحصل على الريبورت بتاعي. بالإضافة لأنه multiplex PCR هي مهمة جدا في الـ AMR لأنه can be used to detect several resistant markers at once. For example, the carbapenems or ESBL gene can be detected simultaneously, facilitating identification of multi-drug resistant organisms. فدايما بيستخدموا المالتيبلكس بي سي ار لانه بتساعدنا لانه نقدر نعمل ديتكشن لاكثر من ريزيستنت جين في ران واحده او في تيست واحد يعني. فدي دي فوائد البي سي ار. اذا حشوف حاجه ثانيه اللي هي من المولكيولر، عندنا مثلا زي الهول جينوم سيكونسينج. الهول جينوم سيكونسينج اللي هي provide rich information، يعني ده التكنولوجيا دي بتدينا معلومات كثيرة جدا في الريبورت بتاعنا. can detect many resistant marker at once including those not commonly included in the panels. يعني في التست الواحد هي بتدينا معلومات عن الريزيستنس، وحتى الريزيستنس الما يعني ما بعمل لها تست في البانل او كده. فدي كلها خيارات انه انا اقدر اتعرف على الريزيستنت ماركر عن طريق الهول جينوم سيكونسينج. And if multiple resistant associated gene are to be tested it may be cost effective as multiplex PCR. يعني في بعض الحالات هي ممكن تكون cost effective لو انا اصلا عايز اعمل ديتكشن بالمالتيبلكس بي سي ار لاكثر من ريزيستنت جين، فالافضل انه شنو اعمل هول جينوم
sequencing. As this is an emerging technology, funder, policymakers, and users are keen to acquire it. يعني حالياً هي مطلوبة وكل اللي هي يعني الدول في العالم واللابراتوريز وكده هي بتحاول إنها شنو إنها تدخلها في اللابراتوريز بتاعتها وفي capacity حقتها يعني. إذا جينا نقارن اللي هي البريزنس والفيوتشر بتاع التايبنج, التايبنج أو الموليكولر تايبنج يعني زي مثلا زي الـ ALFB والـ MLST والـ Array والـ Next Generation Sequencing. الـ Next Generation Sequencing يعني من 2010 بدأت 2015 وبعد كده تاني بدأ فيها التطوير التطور سريع يعني. هي بتعتمد على الـ على الـ على البايوانفورماتيك تول والتولز دي كل مرة بيجي فيها الجديد بيجي فيها اللي هي بيطوروا فيها على أساس إنه تكون اللي هي more effective وتدينا more report. ناخد مثال للتولز أو البايوانفورماتيك تولز المستخدمة في الـ next generation sequencing مثلا زي الـ Central of Genomic Technology. الـ Central of Genomic Epidemiology هو ده عبارة عن أونلاين تول بتساعد كثير اللي هي في الـ في Diagnosis بتاع اللي هي الـ Whole Genome Sequencing. يعني النتائج اللي بتطلع من الـ من الـ من الـ Whole Genome Sequencing Analysis من الـ Central Genomics يعني هي بتقدم لك سيرفيس يعني ممكن تديك Phenotypic Result زي الـ Identification, Sensitivity, Resistant Genes الحاجات دي. ممكن تعمل لك برضو الـ Typing زي الـ MLST, الـ Multi-Locus Sequence Typings والـ Plasmid Finders. بتعمل برضو Phylogeny اللي هي الـ detection of الـ SNPs والـ tree والـ phylogenetic tree بالإضافة للـ metagenomics. فهي بتقدم سيرفيس كثيرة واستفادوا منها كثير في شنو في الـ في الـ diagnosis بتاع الـ multi drug resistant organisms. إذا جينا نعمل مقارنة يعني سريعة كده بين الـ conventional method أو البكتيريا اللي هي شغلنا في الـ micro lab مع الـ next generation sequence diagnosis, بنلقى إنه أصلاً الريبورت بيبتدي من الايسوليشن. الايسوليشن هو الكلتشر في الميديا في حاله الكونفنشنال, بنعمل كاركترايزيشن ونعمل سب تايبنج وفي النهايه بيطلع الانتربريتيشن بتاع الريبورت بتاعنا. في النكست جينيريشن سيكونس بتبدا من الايسوليشن بيتبع اللي هو النكست جينيريشن سيكونسينج الهول سيكونسينج, بعد كده الكاركترايزيشن سب تايب والانتربريتيشن اللي هي تقريبا ياهو يعني نفس الخطوات بتبدا بالايسوليشن الكاركترايزيشن والانتربريتيشن. لكن التولز بتختلف, فبنلقى انه مثلا في الكونفنشنال ميثود البكتيريال دايجنوزيس احنا بنستخدم كونفنشنال مايكروبيولوجي اللي هي الكلتشر البايوكيميكال تيست الجرام ستينز الحاجات دي. في النكست جينيريشن عندنا حاجه اسمها الكايمر فايندر, فده طوالي بيعمل لنا شنو ايدنتيفيكيشن دايركت للمايكرو اورجانيزم. في الكونفنشنال ممكن نعمل سيروتايبنج اللي هي في الحالات بتاعت الناس السالمونيلا والاورجانيزم سيا ممكن نعمل سيروتايبنج. هنا عندنا تول اسمها سيكسيرو. سيكسيرو دي طوالي بتوريني اللي هو السيروتايب بتاعي. في حالات الكونفنشنال بعمل سبستابيليتي تيستينج اللي هي بختار الانتي بايوتكس وبعمل بانلز وكده وانكوبيشن. هنا عندنا حاجه اسمها ريس فايندر ده طوال بيعمل ديتكشن للريزيستنت جين. ممكن اعمل بلازميد سكرينينج اللي هو بالكلتشر والايسوليشن. هنا عندنا حاجه اسمها البلازميد فايندر ده طوال بيتعرف هنا على البلازميد. ممكن اعمل بي سي ار فور ماركر يعني اذا عندي ماركر معين فيريبلانس فاكتورز او كده فاعمل لها بي سي ار. في الحاله بتاعت النكست جينيريشن بعمل فيريبلانس فايندرز. ممكن هنا اعمل البلس فيلد جيل الكتروفوريسيس عشان احدد به اللي هي السنيبس. هنا عندنا سنيبس 3
او اللي هي الفايلوجيني. فبنلقي انه الموليكولر هي غطت معظم اللي هي الكونفنشنال تيست اللي نحن بنعملها في اللابراتوري. واذا جينا قرناها من ناحيه زمن بنلقي انه مثلا نحن في الايسوليشن اذا اخذنا يوم يوم او يومين عشان نعمل isolation, هنا في الكاركترايزيشن كله عشان اعمل conventional, اعمل serotyping, susceptibility وكلها كده ممكن تاخد معي اسبوع, one week. في النهايه interpretation بيكون شنو more than week عشان اطلع بفول report للسيرفيلانس. في ال NGS اللي هي الايسوليشن ممكن تكون نفس الزمن يوم او يومين, ال NGS بياخد معاه يوم او يومين, لكن بلاد الكاركترايزيشن دي كلها ممكن تاخد معانا من ساعه لحد 12 ساعه بيكون عندي كل المعلومات دي. فالانتربريتيشن بتاع اللي هي ال NGS بيكون اللي هو من يوم ليومين, انا ممكن اكون اطلع بشنو بفول ايدنتيفيكيشن للسيرفيلانس. فعشان كده هي التولز بتاعت الهول جينوم سيكونس more rapid, هي strong بتدينا report في وقت وجيز يعني اذا قارناها مع الكشر. الريزيستنس بالنسبه لموضوعنا اللي هو بتاع الريزيستنس في الجينز باي بلاين في سنترال جينوميك ابيديميولوجي, فهي سهل انه نقدر نتعرف عليها. بنختار حاجه اسمها الريس فايندرز اللي هو ده المسؤول على الريزيستنت جين. في الموقع ذاته انا ممكن احدد اللي هي سواء كانت كروموزومالز او كانت اكوايرد انتي ميكروبيال ريزيستنت جينز. برضو في الاكوايرد بتعرف عليها اذا كانت اللي هي تبع الاميونوغلايكوسايد بي 3 كولستين وات ايفر, الباسوجين ايزوليتد كانت من ايكولاي كريبسيلا وغيرها. فهو ساعد كثير في الاي ام ار. برضو التولز المستخدمة أو pipeline for detection gene of antimicrobial resistant genes تبع اللي هو Center of Genomic Epidemiology بنلقى فيها ال antibiotic resistant gene annotations, ال antibiotic resistant gene database, ال comprehensive antibiotic resistant database, وال sequence search tool for antimicrobial resistance. فهو more effective في ال resistance surveillance. إذا عايزين نشوف اللي هي proof concept for genotypic monitoring, يعني هي ال genotypic monitoring دي هل هي فعلا more effective, اللي هو عمل study predict resistant phenotype was compared the original phenotypic resistant profile MIC كانت اللي هي 99.8% agreement between prediction and phenotypic and MIC. يعني هم عملوا أول حاجة prediction بال whole genome sequencing, يتوقعوا اللي هو resistant كانت شنو, resistant gene كانت شنو. لما جو قارنوها مع الفينوتيبيك وعملوا MIC لقوا التطابق كان لحد 99%, يعني بين resistant بين المولكولر والفينوتيبيك. مقارنة ثانية بستدي ثانية اللي هي كانت دي بدو من اللي هي عملوا ريبورت surveillance report including E. coli and Ficaris and other organisms isolated by phenotypic method. يعني هذه كلها كانت بيز على الفينوتيبيك. لما جو قارنوها أو عملوا confirmation بالمولكولر لقوا فيها 90% incorrect report, يعني 9% كانت شنو ما كانت صحيحة أو كانت يعني بيز على الفينوتيبيك تيست. فعشان كده بيعتبر إنه المولكولر سيرفيلانس هي هاي sensitivity and specificity اللي هي تتراوح من 95 لحد 100% ال specificity بتاعتها, يعني فهي more reliable. لكن ده ما بيمنع إنه يكون فيها weakness. ال weakness بتاعت الهول جينوم سيكونسينج, يعني احنا بعد ما شفنا انها هي سريعه وانها هي effective تدينا معلومات كثيره وكده, لكن برضو عندها weakness. ال weakness بيظهر في
كان only identify non-resistant gene mutation. يعني هي بس بتتعرف على الـ resistant gene أو الـ mutation المعروفة. يعني المعروفة بالنسبة لهم في الـ في الداتابيز هي اللي بتعرفها. معناها a novel gene or a variant might not be detected if low homology to no one. يعني في حالات كثيرة إنه ممكن النوفل جين يحصل لها شنو missing, فدي واحدة من الويكنس. بالإضافة لإنها need a comprehensive, accurate, highly curated and updated resistant gene database. يعني تحتاج لداتابيز إنها تكون accurate, تكون updated, فيها كل الريزيستنت جينز المعروفة والموجودة, لأنه هي في النهاية بتقارن لنا مع شو مع الداتابيز اللي عندها. برضو واحدة من الليميتيشن أو الويكنس اللي هي الـ MIC value cannot be predicted by genotype. يعني هحتاج إنه أعمل MIC اللي هي بالفينوتيبك بتاعتنا اللي هي الهول جينوم سيكونسينج ما مغطي الحتة دي. بالإضافة للـ expertise need to analyze data automation make it easier, اللي هي محتاج لناس اللي هم يكونوا خبراء في الموضوع ده عشان يعملوا لنا الاناليسيس, او نحتاج ل automation برضو بيساعد في الاناليسيس. برضو واحده من الويكنس اللي هي البور كواليتي اور الفراجمنتد جينوم ماي كومبليكيت ايدنتيفيكيشن اوف ريزيستنت elements. يعني برضو بتعتمد على الكواليتي بتاعت السيكونس بتاعتي. يعني السيكونس لو كانت هي fragmented أو كانت الكواليتي بتاعتها ما جيدة ممكن ما تدينا شنو نتائج بطريقة واضحة. يعني in summary, molecular diagnosis are used to increase the power of surveillance. اللي هي المولكيولار دياجنوزيس انا بتساعدنا في انه نزيد اللي هي القوه بتاعت السيرفيلانس وانه يكون مور افكتيف. ديفلوب دياجنوستيك ذات كان بي يوز اس فار اس داون ذا هيلث سيستم بوسيبل لوكال هوسبيتال كونتينيو تو بروفايد ذا بينيفيتس اوف ذا سيرفيلانس تو اول كانتريز انكلودينج ديفلوبينج كانتريز. يعني هي بتساعد اللي هي في السيرفيلانس في كل الدول including اللي هي دول النامية. هنا دي بعض الريفرنس ممكن نرجع عليها ل more information. وشكرا جزيلا لاستماعكم. جزاك الله خير الليلة, ما شاء الله, يعني محاضرة قمة الروعة. بالإضافة للسلسلة السابقة للمحاضرات السابقة بنقوله يعني ما تمنينا انه تكون المحاضره ختام مسك. يعني عملت سيرفي عام في كل المحاضرات الشامله الكامله. بالنسبه لي ما سامع صوتك, ما وضحت لي كده. سامعني؟ الو سامعني دكتور؟ انا عملتك ميوت كده يا دكتور. اتكلم كده شوف سامعه ولا لا؟ اتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. كده سامعني يا دكتور؟ اتكلم. ده صوت. هاي صوت واضح مش كده؟ كلمة دكتور نادر سامعينك. الو ايوه سامعينك. اتكلم. الشكر موصول لدكتور هناء للمحاضرات المحاضرات الرائعة التي قدمتها في السابق, والختام اللي بلخص كل أهمية الأشياء زي دي في سيرفيلانس بالنسبة لنا أو مونيتورينج للمستشفيات. فحقيقة دكتور هناء, يعني السؤال اللي يطرح نفسه موقعنا من الاعراب من السيرفيلانس او الداتابيز بالنسبه لنا المستشفيات التي تتبع لوزاره الصحه بصوره عامه, او بالنسبه للقطاع الفيدرالي للمستشفيات. يعني الشيء اللي لا عارفه انا اتاكد منه من خلال تجربتي في الريسيرش واشتغلنا فيه شغل بتاع ببليكيشن اللي هو جهاز الجين اكسبرت, يعني واحده من التولز في الموليكولار الوندفور بالنسبه للمالتي دراج ريزيستنت خاصة للتبركلوزيس.
يعني عندنا زي ما ظاهرة بتاعت الريفين بيصير ريزيستنت ويز 1 اور، يعني يو كان ديتكت او 2 اورز بيعمل ديتكشن بالنسبه لنا الريفين. والان الجهاز ده يعني ما شاء الله بحسب يعني السيرفي بتاعي العام، يعني مشيت مناطق مختلفه من الاقاليم يعني في كورسات مختلفه، فلقيت كل المستشفيات تحظى الان بالجهاز بتاع الجين اكسبيرت للمايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس. يعني فيه يعني كل من ابتداء من الغرب والشرق والوسط والجنوب، كل المناطق دي بقت موفر فيها الجين اكسبيرت، وافتكر هي سبورتد بواسطه الدبليو اتش او على اساس انه يكون في داتا بيز او ريكورد لظواهر التيوبركلوزيس، ووفرت الحاجز دي وحاولت تدرب الناس. يعني فحقيقه موقفنا من الاعراب من الازر، يعني دي بانيل سيت لانه الداتا بيز محتاج لها ناس الدبليو اتش او دعموا الشغل بتاع المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس، وبقى في ريبورت انيولي، والحمد لله يعني قدرنا ذاته نشرنا ورقه علميه قريب ده يعني قبل 3 شهور ببلش بالنسبه للمايكوباكتيريوم الفيمسي ريزيستنت بواسطه يوزنج الجين اكسبيرت. فالتساؤل انه مدى يعني الافيبيليتي او الفاليديتي زي ما انت بتذكري للعمليه الموليكولار بالنسبه لنا للازر تايب اللي هي ذكرتين كريماركل اللي هي الاير اليرت للمايكرو اورجانيزم اللي هو نحن على ضوء بنعمل الريبورت، فمدى إتاحة هذا الأمر بالنسبة للمستشفيات الحكومية لمختلف الولايات؟ يعني جين اكسبيرت اوريدي بالنسبة للتيبركلوزس بيقت ضمن حتى في ستاك في المستشفيات الخاصة حتى في الرباط يعني موجود، فبيقت حتى المستشفيات الحكومية والغير الحكومية بيقت متاح فيها الجهاز تاع جين اكسبيرت. لكن احنا بنتكلم ما بنتكلم عن المايكوباكتيريوم تيبركلوز، بنتكلم عن عالم كبير جدا من المايكرو اورجانيزم، فمدى إمكانية تطبيق البارت، وهل في استفادة حقيقة من الداتا ريبورت لوزارة الصحة بخبرتك في المستشفى بترفع على سنة تكون كوميليتيف ديتا، وبعدك ممكن تكون عبارة عن ميتا أناليسس الناس تستفيد منها، وتكون في وعي وأويرنس بالظواهر دي ولا لا؟ شكرا جزيلا. أعمل أن ميت لنفسك يا دكتورة. يا دكتور اعمل لنفسك ام ميوت. صراحة أنا ما أعرف الشبكة عندي ما كانت كويسة يعني، فما سمعت كل السؤال، لكن فيما يتعلق بال WHO أو الجهاز بتاع الجين إكسبيرت، الجهاز ده فعلا هو جهاز اللي هو very effective في الـ detection بتاع resistant genes. ممكن الناس يستخدموه في الـ resistant gene الثانية اللي هي غير اللي هو resistance بتاعت المايكوباكتيريوم tuberculosis، يعني ممكن يستخدم في الـ MRSA، ممكن يستخدم في الـ ESBL وغيرها، والكيتس بتاعتها متوفرة يعني موجودة يعني، فيعني الحاجة دي لو دعمت ممكن نستخدمه. بالإضافة لأنه اللي هي الـ WHO الـ Action Plan بتاعتها في الـ Gram Neg في الـ Resistance اللي هي عملت اللي هو البرنامج اللي هو برنامج الهونت. الهونت ده برنامج اللي هو سوفت وير أنشأته الـ WHO، وهو بقى متوفر ومتاح أونلاين لكل الناس، ممكن تنزله وتستخدمه. فده بيساعد في شنو في الاناليسيس في الريبورتينج في الديتكشن بتاعت المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز، لانه جوه اللي هي البرنامج ذاته بتاع الهونت اللي هو بيساعد في الديتكشن بتاع المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز، بيعمل اليرت للريزيستنت باثوجين، بيوريك بيتين انك مثلا اللي هي في الحاله دي انت يعني الريبورت بتاعك مفروض
تعمل له شير مع ناس الاي بي سي، او مثلا اذا النتائج بتاعتك محتاجه لكنترول او انك تعيدها او كده. فهو برنامج مفيد جدا وجميل جدا اللي هو في الشغل بتاع المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، ده فيما يتعلق بالدبليو اتش او. يعني نكادنا نجزم يعني يا دكتور هنا بحسب خبرتك انه البرنامج ده الان يعني انتوا حاسين في سوق قاعدين ترفعوا الريبورت دي، يعني انا ما داير انه يعني الابلكيشن بتاع الحائطات الجايد لاينز اللي هي ذكرتيها كتولز مضى تطبيقها هنا عندنا في السودان في المستشفيات عشان ما يكون في بريدكشن عندنا ويكون عندنا ميتا اناليسيس، وبيساعدنا في كثير من البارت. يعني اذا كان في سيرفيلانس في كوموليتيف داتا اكيد بتخلي عملية بتاعت يعني بارت كبير جدا للبريفنتيف والدايجنوز والسيرب وكده يعني. ايوه يلا، هو في صوبه يداب يعني، هو السنه دي بدوا انه يستخدموا البرنامج بتاع الهونت بالتعاون مع دبليو اتش او وكده. فهو حاليا يعني البرنامج في صور بتاع انه يعني الناس بتعمل عليه تريننج على استخدامه والحاجات دي. لكن بنلقى انه في معظم الدول هو متوفر موجود، وبعدين حاجة يعني available هو أونلاين يعني أسهل، ونحن دخلنا عشان نعمل داونلود بنلقاه في الصفحة بتاعت اللي هي WHO، وممكن نستخدمه طوال يعني. إنك يعني البرنامج اسمه هو نت، في واحدة هنا بتسأل اسم البرنامج، اسمه هو نت WHO نت، ده اسم البرنامج. شكرا. بعض الأسئلة في الأخ إسماعيل شايفه مدي كويشن، نعمل له ميوت. تفضل يا أستاذ إسماعيل. السلام عليكم دكتور نادر، إزاي الحال؟ صحتك وأخبارك يا أخي؟ الله يكرمك يا أحمد إبراهيم. دكتور أحمد الله يسلمك. أيوة كيف أخبارك؟ تمام. إسماعيل دي ما الاسم الرابع يعني، لكن مرات بيعمل شوشرة للناس لأنه ذاته في الحاج قبلها ما قاعدين نحن نحط الاسم. دكتور هنا شكرا على المحاضره القيمه، كثر خيركم يا نادر، محاضره جميله انا حقيقه ما حضرتها من البدايه، لكن يعني الكلام عن السيرفلنس كلام جميل جدا جدا، و دكتور نادر ريز امبورتد كويستشن، لكن ده بالنسبه للسيرفلنس. لكن يا دكتور لو سمحتي يعني في 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 جزء مكمل للحاجه دي عندنا في السودان، انا ما اعرف ان احنا موقفنا منه شنو. الانتيباتيك ستيوردشيب موقفه كيف؟ للناس السامعين الستيوردشيب ما اعرف، خلي دكتور انا اعرفهم. I hope all of you know about الستيوردشيب اللي هو يعني ده مدى والله اعلم حسب معرفتي البسيطة انا، مدى قياس يعني فعالية العلاج يعني اللي هو الموصوف من الكلينيشنز واللي بياخذوا البيشنتس. يعني احنا عندنا مشكلة في السودان انه الأدوية دي sold over the counter ويزول بيلقاها وا 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 وا، ودي برضه لها دور في الريزيستنس اللي بيحصل. فهل يعني في شغل بتاع انت مايكروبال ستيوردشيب في السودان ولا ما في، سواء كان عندكم في صوبة أو غيره أو غيره؟ يعني ده سؤال مهم في تقديري يعني. وأنا ما عرفت، أنا أحمد وريم هاسم جامعة السودان، وشكرا جزيلا يعني، الله يديك مصطفى العافية. شكرا يا دكتور أحمد. فيما يتعلق بالأنتي ميكروبيال ستيوردشيب اللي هي إذا جينا نعرفها بالعربي كده، هي لجنة صرف الدواء، يعني هي لجنة متخصصة أو مسؤولة من اللي هو زي ما قلت الـ prescription اللي هي اللي بتحدد الفيرس لاين، بتحدد السكند لاين للانتيبايوتيك والبريسكريبشنز من الصيدليه اللي هي في ادويه محدده بيطلبوها اللي هو الدكاتره الهاوس اوفيسرز والميديكال وكده، في ادويه بيطلبوها الاخصائي البيشنت.
في صوبة نحن عندنا يعني الـ stewardship اللي هي كلها دي يعني الاثنتين مع بعض، فهي بتحتاج انه يكون في اللجنه دي الحته اللي بتبدا منها اصلا صرف الدواء، بالاضافه لانه بيكون في الكوميتي اللي هم الاي بي سي المايكروبيولوجيست الكلينيشنز وغيرهم والنيرس برضو، على اساس انه يعرفوا اللي هو الجايد لاينز او الكلاسيفيكيشنز بتاعت الانتي بايوتيك على حسب اللي هي الكلاسيفيكيشن بتاع سواء كانت فيرست لاين او سكند لاين، والالترناتيف اللي هي في حالة انه الريزيستنت. اما في حالة انه تفعيله في السودان، والله صراحة انا ما عندي يعني ما عندي معلومات كثيرة عن وزارة الصحة او عن البرامج اللي في الوزارة، لكن كان لقيت يعني في ناس هم في إدارة الصيدلة هم مهتمين بموضوع الستيوردشيب وبتفعيله في المستشفيات وكده، يعني في بعض المستشفيات هي موجودة وفعالة، لكن عموما الوضع ما بقدر أقول عليه إنه أنا هل هي فعلا موجودة وفعالة ولا لا، لكن يعني الحاجة المعروفة عندنا إنه في الصيدليات محتاجين إنه يعني الناس توعى أو الصيدليات برضو يزيدوا اللي هي الوعي بتاع الناس إنه ما أي دواء أنت بتطلبه طوالي بيصرفوا لك، يعني فإحنا بنلقى مثلا الانتي بايوتكس زي اللي هي الامبسلين والاوغمنتينز واللي هي الاموكلان وزي المترونيدازول الحاجات دي، فهي بتكون فعلا افيلابل في الاندر كاونترز والناس بياخدوها يعني في من الصيدليه، فهي متوفره للاسف يعني. فان شاء الله اكون اديتك جواب فيما يتعلق بالستيوارشيب. شكرا اسماعيل. في شايفة عبد الكريم؟ الو اهلا. في عبد الكريم حسن الكريم. تفضل بتعمل لنفسك عامل لنفسك عم ميوت. تفضل. ايوه سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الخير. دكتور شكرا لك على المحاضره الجميله، وشكرا للدكتور نادر والمهندس المزور من الحلقه. دكتور نادر برضو يعني نعزكم في وفاه الدكتور برعي ان شاء الله. دكتور برعي احسن الله. الله يبارك. امين ان شاء الله. نسال الله يتقبل ان شاء الله. امين ان شاء الله لكل العلماء ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا لكم على الحلقه الجميله. يعني انا عبد الحكم حسن جامعه ابو طعنه، تلميذ دكتور نادر، ده شرف لي يعني. فانا من الناس المهتمين جدا بالانتي بايوتيك ريزيستنت من البكالوريوس مرورا بالماجستير ثم الدكتوراه، والحمد لله عندنا ميني بيبرز في المجال ده، وكويس انه البرنامج الليل عرفنا على ناس قامات يعني في دكتور حنان صاحبي، لكن اول مره انا احضر حلقه او احضر لك محاضره. فانا ماي كويشن في بوينت معينه، يعني احنا هسه معظم طلبتنا بتاعين الكمبيوتر ريسيرش في الماستر او في البكالوريوس مرات بيحبوا انه يشتغلوا في مجال الريزيستنت بصوره عامه، بس المشكله حتكون بتواجهنا دائما الكوست، يعني بقت الاشياء غاليه جدا. فانت يا دكتور مدام عندكم مثلا بروجرامز وبروجكت شغاله، احنا ممكن يعني نستفيد يكون في كوربوريشن يعني بيناتنا كلنا كده، من ناحيه بتاعت نولج، من ناحيه بتاعت بنش وير، من ناحيه بتاعت توفر بتاع يعني كل الفاسيلتيز. فبجد احنا يعني بنصل لمرحله يعني ممكن دكتور المتابع بيكون في ليميتيشنز، يعني حتى بيكون خلاص يعني نصل لمرحله ما قادرين نسوي حاجه، sometimes بيضطر انه نوقف الشغل، يعني مع انه يكون شغل جميل جدا، لكن الهاي كوست بيكون بالنسبه لي مشكله. فاحنا محتاجين لدعمكم في الحته دي، ونسمع منك يعني لو في بروجكتس كده يعني ممكن الناس ممكن يعني
بعد إذنك يعني. شكرا على المحاضرة دي مرة ثانية. شكرا لكم. شكرا عبد الحكم لمداخلتك. فيما يتعلق بالبروجكت، هي البروجكت متوفرة يعني، يعني الواحد لو عمل سيرش أو حاول إنه يعمل كولابوريشن موجودة ومتوفرة. You are welcome يعني، أنت لو عايز تجي تشتغل معنا في صوبة وتدخل معنا في بروجكت الأنتي ميكروبيال ريزيستنس، أنا من هنا لك ويلكم. دايما يعني أي فكرة أي ريسيرش كويس بيلقى الدعم، يعني حتى لو ما أنت لقيته من السودان بتلقى دعم من خارج السودان. يعني أنا لما بديت يعني الشغل بتاعي في الانستيتيوت وبدعم من الدكتور مزمل، من هنا بقدم له تحية يعني، بشكره كتير. لكن ده ما خلانا إنه بس نحنا كده يعني، بعد ما عملنا isolations لقينا في حاجات more interested، فيتواصلنا مع ناس برا السودان، مع معامل تانية، مع باحثين برضو كانوا زملائنا. فالواحد بيلقى دعم يعني. فطالما انت اصلا عندك حاجة هي more interesting وبتدي نتائج promising، اكيد هتلقى دعم يعني. انا واحدة من الحاجات برضو في حاجة مهمة يعني، انت لما يكون عندك اشتراك مع السوسايتي في الموضوع المعين، فدي فرصة لك انك معاهم ممكن تلقى كولابوريشن، ممكن تتعرف على ناس تدعمك او كده يعني. انا من الحاجات يعني اللي حصلت معي انه لقيت بعض المايكرو اورجانيزمز كانت الفينوتيبك بتاعتها ما كانت ماتشي مع الجينوتيبك، ف يعني النتيجه ما كانت جايه يعني حاجه كده ريلايبل. فقمت رسلتها للدكتور اللي هو في المانيا، وده انا ما كنت بعرفه وما عندي به علاقه ولا عنده علاقه اصلا بالانستيتوت ولا بيصوبه ولا باي حاجه. لقيته اللي هي في الببليكيشن بتاعته شغال في نفس الحاجه اللي انا شغاله فيها، فرسلت له ايميل يعني وريته انا عندي كده كده كده. فهو قال لي ويلكم، رسل العينات بتاعتك. وفعلا يعني الحاجه دي ما كلفتني غير انه انا رسلتها، بس مصاريف الدي اتش ال. هو عمل الهول جينوم سيكونسينج، عمل الحاجة، وفي النهاية نشرنا البيبر يعني. فبتلقى انت الدعم يعني، سواء كان مننا او من الخارج او كده. فان شاء الله ربنا يوفقكم، وللمرة الثانية بقول لك ويلكم يعني اذا عندك اي كولابوريشن معنا او مع اي حد تاني. شكرا. شكرا لك يا دكتورة حنان. نشوف دكتورة سليمة. سليمة إذا ما في سؤال دكتور هذا ممكن ننهي اللايف عشان ما يزم ما يطول. يا سيلا يا أنا ما شايف أسئلة هنا في الزوم، ما فتح الفيسبوك عشان ذات اللايف لو طويل الناس بتقدر تحضره بعدين، إذا ممكن نكتب حسي ولو في أسئلة ممكن الناس تتابع في الفيسبوك تجاوب. أوكي ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم ألف عافية دكتورنا الحبيب الجميع. أنا سؤالي فقط يمكن للدكتورة هنا، كنا في نقاش مع بعض الأساتذة في المايكرو وكان الحديث حول الموضوع اللي هو البريسكريبشن للأنتيبيوتيك، إنه هل المريض إذا حصل عنده تحسن يكمل كورس العلاج ولا يوقف الكورس؟ فالصراحة الموضوع هذا يعني إحنا كنا زمان بنقول لكل المرضى
انه لما يعني لا توقف استخدام المضاد الحيوي حتى لو شعرت بتحسن. بعض الزملاء يعني قالوا انه لا، حاليا في يعني نوع من التوصيه انه اذا حصل تحسن صحي نوقف استخدام اللي هو المضاد الحيوي. فانا يعني سؤالي الافضل ان استمر في اخذ المضاد الحيوي حتى ينتهي الكورس، ولا اذا حصل تحسن نوقف يعني اخذ المضاد الحيوي حتى لا نؤثر على النورمال فلورا الموجوده؟ وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا للسؤال. لا، في حاله انه بديت المضاد الحيوي تتمه لحد النهايه مع البيشن حتى لو فيه تحسن، لانه هي زي ما عارفين في واحده من الاسباب اللي هي الريزيستنس، اللي هي اللي بتعمل اندكشن اوف ريزيستنت جينز، اللي هو الانكمبليت دوز. دي تطرقنا لها في السيشن الاولى في اول يوم، اللي هي واحده من الاسباب انك تستخدم اللي هي الدواء ما تكمل اللي هو الكورس كامل. فدي واحده اللي هي بتعمل انديوسر للريزيستنس، فالافضل انه يتم العلاج. شكرا. شكرا لك كثير يا دكتورة هنا على الإجابات المتعددة والمحاضرة السابقة، سلسلة المحاضرات القيمة التي قدمتها، ونعتبر إن شاء الله دي بتكون بمثابة تصحيح وزيادة وعي لكل المستشفيات العاملة بالسودان للالتزام بالملخصات العامة، خاصة للجايد لاين للCLSI، ودي بتفيد في تصحيح المهنة وتصحيح المسار. ونتمنى الناس دائما تكون كيد واحدة، زي ما تفضل أخ الحكم من الأشياء المواجهين طلابنا في الريسيرش والستيودنت، عملية اللاك والربط بالهوسبيتال والأكسس والبارت ده. وزي ما قالوا كله مجتهد النصيب كما ذكرتي أنت، يعني الإنسان بحسب اجتهاده فعلا مرات قد يلقى الدعم صمحة، وحتى لما من بلده ممكن يلقى من الخارج. وختام نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لك في سجل حسناتك، وجزاك الله خير وعلى صبرك علينا وطيلة الفترة بتاعت السيريس بتاع المحاضرات اللي استمرت لمدة شهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقكم ومزيد إن شاء الله من الكولابريشن والتعامل. وفي أي لحظة يا دكتورة هنا لقيت إنه أي شيء essential الأمر مفتوح، إنه أي options أو خيار بتاع طبق تشعر به إضافة أو حاجة، we are welcome in our group. وشكرا لك الترخير، بارك الله فيك، وشكرا لدكتور أحمد ودكتور الفاتح وغيرهم من المشاركين معنا وداعمين لنا، والأخ دكتور أنور لدعمنا لاستمرار ما يقارب الآن 20 محاضرة في فترة وجيزة، وده إنجاز حقيقة لنا نحن كباحثين، إن دل يدل على مدى عندنا من الكوادر المؤهلة والناس الكولوفات في الديفرنت ديسيبلين. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وكثر ألف خيركم. شكرا جزيلا.